بسم الله الرحمن الرحيم خوش كبران رزدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر جين كين لبن صلوات خدو لبن جارة قد يهاتين خزمات ودا بو بيش كش كرنا خلاك يهاتين ديش برنامه برنامه ديگل قرآنه دعاش خودت كين اف خلاك جيب بجه خير مفاي بو مو بو همية خوش كبران رزدار بسيارك طابعية كي تيت كرني اوجي بجني ابراهيم بن ادهم جارة قد شتسيكا بصرة بجت يا إمام بحث إبراهيم بن أدهم قلت خد تعالى القرآن دا قلت أدعوني أستجب لكم ما نقول خد يا وقدي قبلي قلت أنا جل جام دعاء ش خد تعالى تكين بل خد دعاء ما قبلنا كت بوشي شو خد قلت أدعوني أستجب لكم وهم دعاء كنوا قبلنا أبي إبراهيم رحمة خد لبد قلت راسته خد تعالى قوتي وقال ربكم ادعوني استجب لكم بس چنكي دلتوا يتمرين بده صفات بده تشت يعني ده تشت جلوهين افيد بين مانع كو دعيتوا قبلنا بده طبعا كورتي بيجي ايك شونت بيجت وخد ناسكر عرفتم الله بس ولم تؤدوا حقه وحقي خد درست ادا نكره وزاني وين بيجن خدي خداي ما بس وحقي وين داي وقرأتم القرآن ولم تعملوا به هين قرآن تخوينان بس قرآن تأثير الوناكت قرآن بيجت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا نهين عبدين يدرس بو خديت كان نهين قدر الديباب خديرا خدي تعالى بيجت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم دي سبب بيجت وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هين أفناكن ودي شا خدت على دعائتها قبل كت يعني القرآن يدخلن هن عمل بيناكن ودي سبب بجد هن هزرت كن وزعمتم حب نبيكم يعني هن بجد حش بيغمبرت كن بس ما وصلنا توي الركوية برداي وهن بجد شيطان دشمني ميا بس كشيطاني شا شبه خواش هن موافقي وينا موافق الرأي وينا هن دي فيتشن وهين بيجن ام قال قالك مشتاقت بحشتنا قال حج بحشتت كين خوازيام تشوبونا بحشتي بس هي وتش عمل بناكره وهين بيجن امش اوغري جهنم الترسين بس با هين كارو كيديارت خو خوجنادم باش هين وان كارات كن خدنا كيري ابيكو هين بي بتشن جهنم ود بيجن هين بيجن راستا مرن حق ام روجانات بيني خلقت مرن بس واخو ابو حاضر نكره و وقتی این سپیده راد بنشخاو این چن حتی ایواره سپیده حتی ایواره بس این عیبت خلکی و بحث عیبت خلکی که فلان کس خوصانه و هو کره و هو سانه و عیبت خواهش بیر کرن که این خواهد چهاره سر بکن این استغفارش خود بکن این داخوزلی بورین شوام کنه به تو حقیوانه خواهد یعنی این عیبت خلکی و مجرین عیبت خواب خواه این جبیرت کن و خود تعالی بجد این نعمت خود خود عفوا و تو هیچ نعمت خودت خون و هیچ شکر خود نکن بلکه هیچ شکر هندای مروvat کن. یادم میاد که گوته هیچ روزانه میاد وشیرن بلی و چه عبرت بخواب خوا جنگیده. و جا فکیف آن فعنا یستجابو لکم دچا خود دعایت و قبیل کرد. یا ربی خودت دعایت ما قبیل بکه تو مجبور صفات کرد. افت کو مخالفی آن افت بن سبب کو دعایت ما قبیل نبود. مانع الدعاء يا ربي توان صفاتهاش دفما راكي توان صفاتها دفما يتفايدا بكي أبيت كود دعاية ما قبل ببن بل خشكورات رزدار خلق بوري ما بحثي إعجاز قرآن كير وش إعجاز جي ما بحثي نظم القرآن كير كير بيروابيد ما سي خال هلا بين ما قوتي بوتي قرآن بعربية طبعا يا إيكي الله أعلم لا يسألوا عما يفعلهم يسألون بل شوان أبيت كو بوتي قرآن بزمان عربية كو ما قوتي عربي جي نا خوانه بحث قومیت عربیه گلک زانات خود بجخته بجه قرآن عربیان ان اینا انزلناه حکما عربیان ان اینا جعلناه قرآن عربیان ان بلیسان عربی مبین اصلا نبحث لغت عربیه نبحث قومیت عربیه عرب بجه یعنی معنای کامله تامه خالیه من ای عیب و نقص کلمه عرب خواب خواه عربا اترابا وقتی خودت عرب بحث صفتت حوریات کد يعني يد كامل مواصفات خواه نقصك وعيبك عربا اترابا يد كامل تاما بي عيبو بي نقصا بجا كلمة عرب في معنى دد
أعراب يعني يا كامل يا تام مهم بس باتشي وكو قرآن ما قلتي عربي سيبشة شعر ونثر وقرآن قرآن لغتك عربية جدا لسان عرب نا لغة عربي وجاب بوشي ما قلتي قرآن وكي ما قلتي وكو أفهم دامتي بجهين زمان عربي عن لغة عربي ما خلق أبوري قوام دي جالك چنكي ظاهرة جالك خصائص لغة عربي دا چو لغة دانينة اگر خود حس كي تمامية خلق أبوري اكا تلب زفره ما قلتي عمدي چنكي عربي أوسع لغة أن أرقى لغة الإنسانية وزانايت لغة همي لغة الدنيا تنسيبش همي لغة الدنيا تنسيبش إيك بجن اللغات المنعزلة أم دونو كشارح كين دو اللغات الإلصاقية سي اللغة أن اللغة التحليلية أف إيك شوانا كو أم بجن أف ظاهرها فانو كم دي چين نفضا كالخود حسكت ظاهرة هاي عربية دا چه لغات الديدانينة أوجي بجنه ظاهرة الاشتقاق چه معنى ظاهرة الاشتقاق؟ يعني الغني يا زنگينة اشتقاق دا اشتقاق چيه؟ بونمون هم دهنده كلمة اينين كو قرآن بوچه عربية گلک جرا انگلیزی و عربی احتمالا آن هنده جرا هما انگلیزی و کردی جی مثلا اخته انگلیزی بجنه نو همجی بجنه نو احنی چه دا نوصلا بونمونه هنده لغات تاین كو كيف يقولون تقارض عربي يعني لغة نبانا لغة داي كو هنده كلمة ونزيكي ايكن بونمونا عربي يعني شوانا بكو نزيكي ايك عربي وانجليزي دا طال يعني طال يعني تي اي ال مثلا دابل ال آن بجي طال مهم انجليزي يعني دريش دريجاهي عربي جدا هر طال بس انجليزي طال هما اف كلمة وچك كلمة دي جنات بس عربي بونمونا كو ظاهرة الاشتقاق يد زماني عربي داي چو لغة ديدانينا كو بوچي ام بجن قرآن بعربية ايك شوانا خلاك بوري مهنده ظاهرة قوتن في خلاكي كو ظاهرة الاشتقاق يا زنگينة باشتقاقه وكي ايك بعربي بمثلا بجن طول دريش طويل دريش هذا مشتقت يعني مشتقت بد كلمة طول طال انجليزي مشتق نوت بس عربي بنمنا طويل طال طول مستطيل إطالة طائلة يعني جلك وكيف بدهم تفريعات ويعني جيفة بد مشتقة بد آن بونمونا يعني إنجليزي آن هاللغة كده برامبر عربية فيتشي ده جلك فقيرة جلك وجلك فقيرة بيش اشتقاق نينن مثلا كلمة كده عربي إنجليزي نزكي مثلا خطبة جود مثلا فلانتش خطبة جود يعني جيد فطبعا جلك لغة عربي جيمتين ج جود 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 مثلا جلا جلا كلمة قادية جدا مثلا goods good ما أقصدش very good يعني جيد جالك باش مثلا goods يعني بو جمعي بس عربية مثلا ما هي كلمة جيد ما هي إيجاد جادة يجيدو مثلا جا أجادة يجيدو جودة جواد جياد جمهم يعني عربية جالك اشتقاق جدا عربية مثلا ما هي ماضي مضارع أمرش كلمة كدر تخن أن فعلك مزيد بحرف واحد بنمنا ما أنواع الاشتقاق العربية دهين اسم الفاعل بنمنا في أموالهم حق للسائل والمحروم سائل مثلا اسم فاعل اسم المفعول مثلا كعصف مأكل مأكل يعني اسم المفعول اسم التفضيل مثلا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا طبعا بتشل لغة دانينا اسم التفضيل أكثر وأعز صفة مشبهة مثلا ذلك الدين القيم هذا شو لغة دانينا القيم مثلا صفة مشبهة مثلا صيغة مبالغة إن ربك فعال لما يريد مثلا اسم زمان سلام هي حتى مطلع الفجر مطلع اسم زمانه اسم المكان مثلا حتى إذا بلغ مغرب الشمس بو كم فانتشتاب جين طبعا نقطة إعجاز القرآن شوانا نظم القرآن أفا ما بحث هندي تيم بو تشيكو قرآن بلغة عربية لغة عربية زنجينة شكالا إلافة بس لغة عربية كما قلت يا تام يا كامل غير نقص وعيب نبحث قوميات عربية مثلا اسم المكان ما قلت حتى إذا بلغ مغرب الشمس مغرب اسم مكانه اسم الآلة مثلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة شعرت عربي خوش كورة رزدار چند كافن بن چند كافن بن يتعصر الجاهلي ويتبري وانا ويتبشتي وانا هزارها صلاة فيغا فيجي عربية تيد جهن وان شعرات درست جهن درست شرحت جهن
بلي مثلا انجليزي بنمونا نشن شعرت بري دوستادو سي سات سالة ان شو سات سالة بين سات سالة تيب جهن ابدا چنك انجليزي لغة جديدة بد نيد بد هزارها كلمة ني تندري وبري هنجي نبين يعني معناهش نوفج بس عربي مستحيلة كلمة چكي قرآن قرآن لغة عربي جي يبارستي يعني فضلك جلق جلق مظن يلسال عربة بطيبة هاي بجاس شعرت عربي مثلا شعرت انجليزي عفوا مثلا شكسبيري كو ايك شاعرت انجليزا يي كافنو يي جالا جالا مازنها مستحيل تيب جهن الا بكن انجليزيا في غافي يعني انجليزيا نو كابت خوينن حتى شين تيب جهن بس عربي مثلا نو انجليزي تيب غوريني بس عربي راس دات شي بتن داي بايف هابن بس نا وكي كو ام بجنيت اما انجليزي هاب بايف همي نومينن الا بكن انجليزيا نو كي حتى مثلا شعرت شكسبيري بونونا تيب جهن جا لغت ما گوتید بن عالم زانات کن سه بش لغت هات کن لغت منعزله و الساقیه و تحلیلیه جاری ما گوتید لغت منعزل چیه لغت منعزل یه تاین وکی لغت صینی لغت که منعزله پیونوانا لا اشتقاق ولا اعراب ولا تتبدل ولا تتغير ولا تتصرف يعني تنصرف ولا تتحرك حركه بس عربيه ده خلق ابوري ما قلتي مثنيات ان ثنائيات ومثلثات عربيه ده تاين اك حركه بيت جوهرينه دي معناوي ببرن دي معناها ميت جوهرينه اك حركه دو حرف من كلمه كو عربيه دو حرف من اك حركه بيت جوهرينه دي يعني معناها ميت جوهرينه اون ده معن معنى دجت خلق ابوري ما افتشتا بو ديار كربي ما قلتي ولا يضاف عليها لغة منعزل وكما قلتي وكي الصينية بونمونا افتشتات دانينا يعني وكي بهم كردي بجن امراض دانبال ام باشجرو بيشجرو ولا يحذف منها طبعا هما كتبك هاي سر المحاذيف في اللغة العربية المحاذيف يعني جالك حذف تداهين بس يعني بمعنى هل جرد هرچند كلمة تدانينا المحاذيف في القرآن جالك تداهين هند جرى خبر نينا هند جرى مثلا مبتدا تدانينا هند جرى بس تشا يعني معنويات تدا بس الكلمه بخا تدانينا افات اللغه الديدا نينا يعني ولا يحذف منها ولا تتصرف ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم المفعول ولا اسم التفضيل ولا صفه مشبهه ولا صيغه مبالغه اسم زمان ومكان اول افهمت لغه الصيني ان قال لغه الديدا نينا اف لغه منعزل وكي صينيه لا ما خدت على قران عربينا باصين كان جار عندي عربانه بس لغة الصينية افتشتت كي لغة عربي يعني جالك يدنا عرب بتريش عربة تدجهن حتى قرآن يجي بكورتي لغة منعزل خوش كبرات رزار لغة منعزل كورتي أفا يعني كل كلمة لا يؤخذ منها أي كلمة سواها أزي دوبارة كم لغة منعزل يعني كل كلمة لا يؤخذ منها أي كلمة سواها چه مشتقات تدانين وكي برينو كما بحثي طال يطول مثلا إطال ومستطيل وطائل وطول أفهمي يعني لغة عربي دهن لغة الديدانين مثلا الصيني كل كلمة لا يؤخذ منها أي كلمة بس هما أي كلمة يعني كلمة دي تدا انشقاق المشتقات تدانين أفهم يتمن عزل أما لغة الإلصاقية شو أنا بنمونا كرديجي ما كرديا هاي ياباني إيطالي تركي تايبات أبا بجن لغة الإلصاقي إلصاقي چا؟ يعني أمراض دانا پال پاشگر و پیشگر مثلا دو حرف اكي عن دو ديف كلمة فاكن دي معنى كودي مثلا دت إضافة حرف أو حرفين تغير المعنى يعني حرف اكي دو دب دمائيكا كلمة كا قوتي مثلا دي حرف اكي دو دمائيكا فاكن پاشگر عن بجن پاشگر وقت أمراض دانا پال دي معنى دي جي أبا بجن إلصاقي اما ها افا بابت ما یخش کورت رزدار اما لغت عربی اش لغت تحلیلیه بلکی تا که لغت کش لغت تحلیلی یعنی اشتقاق تحلیل چیه؟ ان الکلمه الواحده افا معنا تحلیلی عربی بوچی قرآن عربیه چنکه لغت که تحلیلیه تحلیلی چیه؟ ان الکلمه واحده لها اسره واحده وکی دیبابه کیه ونسمي هذه الأسرة بجنة المادة بنية الكلمة يعني بنايتك ولكل مادة
جد وأبناء وإخوة وأخوات وعم وعمة وخال وخالة، يعني بو چند فيد بيجين. يعني لغة عربيش لغة تحليلية، ما قول جلك اشتقاق اتدا بو نمونا قاعدة طبعا عربيش كلما زاد في المعنى، مثلا زاد في كلما زاد في المبنى زاد في المعنى. مثلا كلمة كه بيك هاتي عربي بو نمونا عين راء فاء، مثلا عرفة فعل ماضي عرفة، مضارع يعرف، أمر اعرف، يعني حرف بحرف مزيد عرف، تعرف، تعريف، تعارف، عرف، العرف، يعني معروف، معرفة. مهم يعني دهان كلمة في كلمة، يعني وكي دي بابا كي كلمة عربي و نفي كرو، يعني أفجد دارت كفن لو ما خد تعالى يعني هو صا لغة عربي. مثلا علم، يعلم، اعلم، علم، عالم، معلوم، علام، عليم، تعليم. همیش کلمه عین اللام و میم جدرد کبد. آن کتبه مثلا، کتبه، کاتب، مکتب، مکتوب، کتاب، مقصد چه؟ بونمون انگلیزیه، انگلیزی نه آسانه. کتاب انگلیزی چیه؟ بوک. بس مکتبه نه مثلا بوک تشتک همانی زیده کرا آن حرف ایک جیکیم کرا، نه هما اگجار نه او کلمه یه کتاب و کتبه، کاتب، مکتب، مکتوب، کتاب، ما فهمی کاف و تا و با در کردن، یعنی وکی اسره که کلمه عربی. بس مثلا مکتب، مثلا تیبل بونمونه مکتبه بجنه تیبل، مثلا کتبه بجنه رایت، رایت کتبه انگلیزی، یعنی نه کتاب و نه مکتب و نه کتبه انگلیزی دان نش کلمه که در تخن، بلکی هر ایک کلمه که جدا و اینکه بجه مستقله، یعنی اوه ظاهره، ظاهره تول اشتقاق بس یاد عربیه دا. این ظاهره که دی ام بیجین بو چی قرآن لغت زمان عربیه، ظاهره که گله گله دقیقه سبحان الله، یعنی حتی گوتنا دنگی پیتت عربی خوشکم رات رزدار، حتی گوتنا دنگی پیتت عربی معنا، یعنی معنا خواه هی، یعنی هم چه بیجین؟ کار اینان حرفه و دنگی حرفه و گوتنا حرفه پیوه دا در برینه و تمثیلش معناوی خوب خود کد. کل کلمه مناسبه لی معانی ها، یعنی عربی جنه لفظ قوالب المعانی، اللفظ یدلو علی المعنی. بونمونه یعنی حرف گوتنا حرفه ها دنگی وی، مثلا وقتا هم بیشی فلان تشت حلال، نوکه فتحه حلال، دما دوی من همی فتحه حلال، حلال یعنی وکریه، بوتا مباحه، بوتا حلاله، تشتی خود حلال کری حلال، یعنی هر کار در ناف ده بوتا حلال، تا وکی بجن نوشی جام بل، تا حلال بل، تا پیروز بل، حلاله، حلال، بس صحکی مفتوحه حلال، فتحه حلال، لما دمایی کشی یعنی دوی من وکریه حلال. بس وقتی تأثیر دنگی پیته، شکل پیته، شیوه پیته جی تأثیر او، یعنی کارتی که نال معنی هست. بس حرام ساکه، حرام هی؟ وی تو قفل شیار بل تا حرامه، حرام یعنی گرت دی خواه گری کچالی وی تا هاتون گرتنی میم حرام، افشتل سر تا حرام خلاص وی تو نکی نبیجی و نبیکی، یعنی خواه تمثيل، تمثيل حرفت عربي تمثيل ابو معنى بكل بكل كلمه، بكل معنى الكلمه ابا معنى، يعني لفظ قوالب المعاني بجن الظاهرك. طبعا ابا ظاهرك جل جل نظم القران خلق بجن حتى دنجي حرفي، دنجي حرفي نه حرف خو، وكيف قال ما قلت حلال فكريه ابو تهر نفضة، حرام جرتيه تشنوبت نه تو بیش و نه تو بکی. بونمونه کلمه سین، مگل وقت نما کلمه سین ات کلمه دا پتر بحث احساس سین، حرفا همسه و حرفا رخاویه، حرفا که هم بیشن یا احساسه یا داخلیه، هر حرفا که سین تی دا بد کل کلمه فیها سین بهارا پتر طبعا وکی بیشن اغلبیه، چکی حکم همی چتی دا اغلبیه دانه، احتمالا دا کلمه هبل مثلا سين نافضة بالنافي معني، بس أمي أغلبي الأصل الغالب الإكثار كثرة أفيا، ها
هر كلمه كو سينتي دابت احساسك بجن يا داخليه بنمونه نفس داروني مش نافدا سينه ده نفس تاثير دنگي سينه همس وقت هيدي بيجن هيدي تو همس تو هيدي تشتاك بيجيكي لمس احساسك داخليه لمس تو بالك تشتاكي مثلا لمس حس سر سر حد جات سر سربت تجي مثلا سرور وكيف خوشي احساسك داخلي سرور مسرور وسوسه اوا يعني حتى دنگي حرفي مثلا دنگي بنمونه ما عندك اينوين كلم حرفا غين تدابت حرفا غين غيبوبه غائب بهربتري بحس استتاريه وشارتني غيبوبه غيبوبه يعني بهجبون هر كلمه كا غين تدابت كچا هر كلمه كا سين تدابت احساس داخلي يا كي مگوتي هر كلمه كا غين تدابت الاغلبيه دي دوباره كم الاغلبيه يعني بهربتر بمعنى استتاريه دت غيبوبه مثلا غرق غرقي برز بچو فلانتش غرقي غواربي غائب هذا وشارتي غيبات بوشي غيبات غيبات بحسي غيبات يعني تنالو دي بشتا راوي شوليت كان غيبات عالم الغيب غامض غريب اكي غريبة حرف غين يعني تيد معنى الاستتار والغيبوبة وكل كلمة فيها مثلا بهرابة الأغلبية راء تيدابت معنى أو بيفان معنى تكرير الدد بهرابة الدد ولكن أغلبية مثلا بيجين يعني تكرير معنى تكرير دوباره كي خرير الماء يعني هما نجاره كي تنه دنگي او ايك جاره دنگ جن الى خرير الماء مثلا تو چه بر ريباره كي خابيره كي او وقت چت خرير يعني راء دوباره بد دنگي او مر چونو هاتن مرور مر يعني تكرار تدا كرر كرر دوباره كي جر يجر يعني راكشون هذا معناه يدد أبا يعني جالك طبعا يديتين ما جالك وقت نما عم بحسب كيكو جالك تشتي ديجيتين هر سر في مثلا كو ظاهرة أبا ما قلت يقول كارتكرنا قلتنا دنجي بيتل سر معنى ظاهرة كاديا هاي بجني فقه لغة طبعا عربية ده هاي لغة دانينا بجني مشترك لفظي مشترك لفظي يعني تسمية الضدين باسم واحد تسمية الضدين باسم واحد طبعا ما تشلو غطا دانينا شو افقا بجمع رشا خلاص رشا سبيا سبيا ما تشبه تشتاكي بجمع سبيا معنى رشي جيبدت افا تشلو غطا دانينا يعني تسمية الضدين باسم واحد بنمونا قال كلمة قرآن داهين كلمة يظنون ان ظن تماما بعكسي ايكن هندك جهادات سياق جملة دات رستي دات آيات دات معنى يوقنون تأكيد صدر صدر الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وظن أنه الفراق خلاص صد صد الزانية بدي مرد إيه ويا هاي الشكجي وقت بعسك كفرات كن إن يتبعون إلا ظن بس ليف شك وقومانا تشن تشتي نتأكيد يعني بجنة تسمية الضدين باسم واحد يعني بجنة تضاد تضاد الكلمات جاء ظن مثلا يقين وتأكيد والشك يعني قومان شك يعني بيجي متردد مثلا الجون عربي ده يعني ابيض واسود الجون ابيض واسود مثلا الصارخ تد بمغيث يجي يعني ابي تشت هاري هاري كسك هاري كاري تشت هاري كسك او بمستغيث يجي تد يعني ابي دخوزا هاور هاتني هاري كاري تد معنى الصارخ هر دو معنى دد جاء الظاهره طبعا بس لغه عربي ده هي لغه ديدا نينا ظاهرة قد يهيد قرآن دا طبعا خوش كبرات رزدار مستحيلة مستحيلة قرآن دا مرادف هبت راستا هندك معنى نزيكي ايكت هين مثلا بجم صديق مثلا رفيق زميل صاحب بونمونا عن كلمة مرادفا بس قرآن دا مستحيلة مرادف هبت او كلمة بويري بكار اينا بس او كلمة بكير ويريتيد شك كلمة دي تو بجيز مرادفة دينم جيوه هر دوي معنى دا مستحيلة مرادف القرآن ده هبت دوباره كرن هبت نينا يعني معناه كوديه مرادف القرآن ده نينا طبعا كردي ده لغة دي ده يتهينو ايك معناه تنشي مثلا تو بيجي ايكي هات خلاص ما هات بس عربي بنمونه اتا يعني جاء من مكان قريب
قدم جاء من مكان بعيد فهمي معنى هات اتى جاء قدم مثلا اقبل جاء راغبا انا بجن متحمسا حضر جاء بس تلبيه لدعوه ايكي دا خوزا كريكو هات يعني وكي بجن حتى دو ما هيك اف كلمه تاكوت عربي دو هاين تو لغات ديدا نينا مثلا فرقيه كما ظن هايت نافر هذا فيب دو ما هيك نين تشكي وقت ما بدو ما هيك تيت فرق ناف بين نظر و بصره خذ تعالى بجن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم هرش عندها من اللي تبعيضه جي عندك اشتوفي خوتش كي بو محتاجي وبو خزمتي وبو كنتو تشتكيت كي خذ انا بحسي ويتشوفيها كنت شوفت خمر وبقيت نظره حرام يا قلت من ابصاره من تبعيضه جيت عندك حالات هذا كو افابت بصيره بصر يعني كنت بتخيالها قلنا هي ها او نظره حرام بصر يغض من ابصارهم اما نظر يعني النظر فرقش بصر بصر افابت بتخيال كنتو قلنا هي بيبدي شولي شوفت خو بكي خيال بوتشتي حرام يفاحش يبيش تب كاربيني حاشا بس نظر هما ديتنا هذا معناه جلق جلق جيك جداو وجيك فرقة بل خشكورة رزدار جبر نبينا وقتي ما بدماهيكات إن شاء الله كار خودي حسكت خلقا بيت دي سوا بمين الجوانا ما كودي هر هند تمامية ويجيبت كو نظم القرآن اف كلمة خودي بيك إناين وكار إناين ورستين وفهندين بو هر آياتك وهر يعني هر كلمة كهر حرفك كلمة كدا او حرفه یت گنجاینش هم میلاوه یت گنجاندینه بوه آیت آن بوه جمله او که خود تعالی بومه و وکی ما گوتی ولو انما فی الارض من شجره والاقلام ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعد سبعه ابحر ما نفیدت کلمات الله علم خود شجره ابد ما هیک ناین وجا اوا كو بوتشي خود تعالى زمان عربية وما هندك ظاهرة قلتنا كان خود حسكت خلقا بدي هندك ظاهرة ديجي و قال إعجازك دي إن شاء الله كوفي إعجاز نظم القرآن بي دي بوا إن شاء الله برهفكين حتى وي خلق بمن بنشاف ديجي خود تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.